السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. معكم أسماء من قناة أسماء دار الضيافة. اليوم جبت لكم طاجين مسفوي حر ديال الناس الدواقة، طاجين ديال الحوت اللي تيكون معسل بالبصلة والزبيب. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. ودابا غادي نبداو الوصفة ديالنا. غادي ناخذ التوابل. هنا غادي نحتاجو ملعقة صغيرة ديال سكنجبير مطحون، نصف ملعقة ديال الإبزار، كذلك ملعقة صغيرة ديال القزبر يابس مطحون، وشوية ديال الملحة على حسب الذوق، نصف ملعقة ديال القرفة البلدية مطحونة، كذلك راس المعلقة ديال المروزية اللي كتجي رائعة بزاف في هاد الوصفة. هذه هاد التوابل هادو اللي انا ذكرت كنستعملوهم فقط في اللحم اولا في الدجاج، ولكن فاش غادي نستعملوهم في الحوت كيجيو رائعين بزاف. هنا غادي نستعمل واحد الملعقة كبيرة ديال القزبر مطحون اولا قزبر مقطع رقيق. الا كان عندكم مخلط ماشي مشكل، كتقدروا ديروه بجوج. هنا كذلك غادي نستعمل واحد الملعقه صغيره ديال السمن الحار اللي كنديروا به كسكسو. انا خديت القياس باش كتشوفوا، ملعقه صغيره صافي. وغادي ناخذ الزعفران شعره اولا الزعفران الحر، غادي نوضعه في الكاس وغادي نضيف عليه الماء سخون ونخليه جانبا حتى كيرطب لينا، ومن بعد غادي نضيفه على هاد التوابل هادو. صافي، هنا بعد ما ارطب ليا اولا ترقد هاد الزعفران شعره ضفته على التوابل، وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله، وطالعه واحد الريحه يا سلام بنينه بزاف بحال الريحه اللي كنديروا ديال اللحم، غير هي غادي نديروها هاد المره في الحوت وكتجي رائعه. صدقوني ان هاد الوصفه هادي كتجي خطيره بزاف. هنا غادي نستعمل واحد الملعقه صغيره ما تكونش عامره ديال عطريات الحوت اللي نقدروا نلقاوها في عند العطار اولا في المحلات التجاريه. هنا غادي نستعمل كذلك جوج دروس ديال الثومه يكونوا كبار محكوكين. صافي، وهما التوابل اولا هاد الماريناد اللي غادي نوضعوا فيها السمك ديالنا. انا بالنسبه ليا استعملت السنور حيت هاد الوصفه هادي خصيصا كدير بالسنور، وهاد الصنورة هادي جاتني من اسفي، يعني الوصفة كلها مسفوية حتى الحوت حتى هو جاني من تما. صافي، هنا غادي ناخد هاد التوابل او هاد العطرية هادي وغادي نلبسها كاملة للصنور. وكيف ما شفتوا معايا انا الصنورة راه صغيرة، ماشي هاديك الكبيرة، ولكن راه جات بنينة صراحة. انا اول مرة غادي ناكل هاد الطاجين هذا وجا خطير. غادي نخليها جانبا ترقد، من بعد غادي ناخذ الحوت ديالنا وغادي نوضعوه جانبا في الطبصيل هذا. ومن بعد هاد التوابل هادو اولا هاد الماريناد اللي بقات ليا غادي ندوز عليها البصله اللي شلطتها رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا. استعمل جوج حبات كبار ديال البصله البيضاء، من الاحسن انكم تستعملوا البصله البيضاء. نحاول حتى هي نلبسها بالتوابل هادو وكنحلوها بهذا الشكل هذا باش كتولي كامله مفرقه وكطيب لينا دغيا في الطاجين. صافي، هنا غادي ناخذ الطاجين ديالنا، غادي نوضع نصف الكميه ديال البصله لتحت، غنحاول ندير الكميه الكثيره هي اللي غادي نديرها لتحت، وغنخلي الكميه جانبا اللي بقات ليا. غناخذ الحوت وغادي نصفوه فوق من البصل بهذا الشكل هذا. ومن هاد الطاجين هز ليا خمسة ديال الطريفات، حيت كيف ما قلت لكم السنوره راه عندي صغيره ماشي هذيك الكبيره، وصراحه طابت ليا دغيا مزيان في الطاجين. تستعملوا السنور الصغير دغيا كيطيب وكيجي بنين ولذيذ. صافي، هنايا وضعت الكميه اللي بقات ليا ديال البصل الفوق، وهذيك العطريه اللي بقات ليا في الطبصيل ضفت عليها شويه ديال الماء، واحد ربع كاس ديال الماء. صافي، وضفته على الطاجين كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي ناخذ الزبيب رقدته في الماء وغادي نصفيه وغادي نوضعه فوق من البصل ديالي بهذا الشكل هذا. انا هنا استعمل جوج الانواع ديال الزبيب، استعمل الزبيب الصغير وكذلك هذا الزبيب الكبير اللي تيكون شويه احمر. صافي، هنا غادي ناخذ العويدات ديال القرفه بعد ما غسلتها وغادي نوضعها في الجناب بهذا الشكل هذا، نحاول ندخلها لداخل كيف ما كتشوفوا معايا باش هكا كتلق البن اكثر واكثر. انا واخا استعملت القرفه لداخل استعملت غير نصف ملعقه التوابل،
وهاد القرفه عواد هي اللي غادي تطلق ليا البنه صافي. وغادي نضيف كذلك المسكه الحره، وانتم ضيفوها مع العطريه، انا نسيتها صراحه، واخا كانت محطوطه حدايا ولكن نسيتها. انتم فاش تكونوا كتخلطوا العطريه غادي تضيفوا واحد 3 حتى ل4 ديال الكويرات اولا الكركبات، يكونوا صغيورين ديال هاد المسكه الحره، اولا كتضيفوا جوج يكونوا كبار. انا هنا ضفت واحد 4 عندي صغيورين هما اللي ضفت صافي. غادي نوضعوا الطاجين ديالي فوق من العافيه اللي تكون على المهل، عافيه خفيفه بزاف تكون مهيله. هنا كنضيف واحد 4 كاس ديال زيت زيتون اولا زيت العود، كيف ما شفتوا معايا انا ما ضفتوش مع التوابل، خليته حتى للاخير. وغادي نخليو الطاجين ديالنا يطيب على المهل، الا بغيتوا ديروه حتى على المجمر كيجي رائع بزاف، انا درته فقط فوق من البوطه. وغادي نغطي على الطويجين ديالي ونخليه يطيب على عافيه اللي تكون مهيله، ومن بعد نرجع نشوفو الطاجين. هنا بعد ما طاب ليا الطاجين، يعني حسيت بيه بانه طاب، هذيك البصله طلقات ليا الماء كيف ما شفتوا معايا، انا ضفت فقط 4 كاس ديال الماء هو اللي ضفت، حيت عرفت راسي البصله غادي تطلق ليا الماء. وكيف ما قلت لكم العافيه فاش كتكون مهيله راه كتخلي الخضره تلقى ديك الماء اللي فيها صافي. وغادي نخليه دابا حتى يتشرب هاد السوائل كامله، ومن بعد ندوزو باش نعسلو الطاجين ديالنا صافي. هنايا بعد ما تشرب ليا ديك الصوص كامله كيف ما شفتو، واحد الريحه طالعه يا سلام بنينه، ما جاتش ريحه الحوت نهائيا في الطاجين هذا. اللي كيشمو كيحسب ليه غير داير اللحم مع البصله والزبيب، ولكن جا خطير صراحه صافي. هنا كيف ما شفتوا معايا ضفت واحد الطريطيقه ديال القرفه من الفوق، ودابا كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الزبده بلديه، الا كانت عندكم الزبده بلديه كتضيفوها، كانت زبده روميه كتضيفوها ماشي مشكل صافي. هنا كنضيف كذلك واحد الملعقه كبيره ديال العسل الحر، كذلك الا كان عندكم العسل الحر كتضيفوه، كان العسل العادي كتضيفوه بحال بحال، المهم يتعسل لكم الطاجين صافي. هنايا غادي نخليه باش كتذوب ليا الزبده وكيتعسل ليا البصله والزبيب مع الحوت صافي. هنايا بعد ما ذابت الزبده وتعسل كل شيء، دابا طفيت عليه البوطه، غادي ندخلو الفران. كتخليو الفران يسخن لكم مزيان من الفوق ومن التحت، من بعد كتطفيو التحت كتخليو غير الفوق شويه وكتخليو يتحمر لكم الوجه ديالو. هذه هي الطريقه الاصليه اللي كيديروها الناس ديال اسفي، ملي كيساليو الطاجين كيطيب كيدخلوه الفران باش كيتحمر لهم، وحتى انا درتها باش هكا ناكل طاجين مسفيوي على حقه وطريقه صافي. هنايا بعد ما خرجتو من الفران انتم شفتوا الوجه ديالو كيف تحمر، وجا اللون ديالو رائع، والريحه ديالتو جات خطيره بزاف، خاصكم تجربوا هاد الطاجين هذا. وانا دائما كنبغي نشارك معكم الطواجن اللي كيعجبوني واللي كتكون فيهم كذلك واحد النكهه مميزه وكتكون مختلفه على الطواجن الاخرين. وصلنا نهايه الفيديو، بالصحه والراحه، والسلام عليكم.